نعمل فطير. الفطير طبعا بيبقى تقيل، بس لا هنعمله بطريقه خفيفه جدا، وهو بالدقيق الاسمر الحبه الكامله، الدقيق الاسمر اللي هو بردته. هنعمل بيه فطائر كده او فطير مطبق، علشان اللي عامل دايت نفسه ياكل فطير ياكل معانا الفطير ده بزيت الزيتون. انا عندي هنا دقيق، بصوا كله رده ازاي، دقيق اسمر، رشه سكر، رشه ملح، وشويه دقيق ابيض صغيرين، وزيت زيتون. عندي هنا الدقيق البلدي او الدقيق الاسمر كميه انتوا عايزينها، وعليها رشه سكر ورشه ملح، يعني مثلا لو عملنا كوبايتين او ثلاث كوبايات من الدقيق الاسمر بحط له حوالي كده نص كوبايه دقيق ابيض، نص كوباية دي أبيض، ماشي، وأقلبهم كلهم مع بعض كده، خلاص، هعجن بمية، مفيش حاجة تانية، أبدأ أنزل مية شوية صغيرين شوية صغيرين، لغاية ما تعجن معايا. ادي كده اوكي، ادي كده العجينه اهي، بصوا اهي، تمام. نيجي بقى هنا زيت زيتون، اخد على نصها كده زيت زيتون كده، ماشي، نمسحها كده زيت زيتون، نقلب دي كده ونفرد، ماشي كده بالراحة كده بقى، نفردها تاني كده، وشوية زيت زيتون عليها كلها. أهم حاجة تبقى إيه، كلها كده بزيت الزيتون كده، لازم امشي زيت الزيتون عليها كلها، وابدا كده اخد كده كده كده، بص ايدي حتى مطرح الزيت كده، ناخد كده نحطها كده عشان ما اكترش برضو الزيت قوي، واخدها كده كل ده تبقى طبقات في الاخر كده، ورجعتها ايه، رجعتها كره ثانيه اهي، تمام. اسيبها بقى تريح، وبعدين افردها جوه الصينيه واديها على وشها مسحه زيت زيتون، واروح مدخلاها في الفرن، بس سيبها ترتاح عشان تفرد معايا حلو في الصينيه، لازم ترتاح. مسحه زيت زيتون بس بسيطه كده، وابدا ان انا ايه احط بقى الاوانيه طبعا، وايه وافرد فيها شويه شويه كده، وافرد ما اخصفش عليها ان انا افرد قوي عشان ما تلاقيش قطعت معاكي، لازم بمسايسه كده بس، برضه هسيبها 10 دقايق كده ولا حاجه، واحط على وشها مسحه من زيت الزيتون وادخلها في الفرن، اوكي.